اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعلنا الله وإياكم ممن يكتب في الصائمين والقائمين والطائعين له جل وعلا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الرابع والعشرين اللهم اني اسالك فيه ما يرضيك واعوذ بك مما يؤذيك، واسالك التوفيق فيه لان اطيعك ولا اعصيك يا جواد السائلين. رضا الله جل وعلا هو المبتغى الاساس وهو المطلب الاساس للمؤمنين. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. اذا استطاع الانسان أن يصل إلى رضا الله جل وعلا فليغضب عليه الكون كل الكون فيا ليت الذي بيني وبينك عامر فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ليكن الخراب مع كل المخلوقات لكن العمار مع الله جل وعلا فهذه الغنيمة التي ليس فوقها غنيمه وما دونها لا يسمى غنيمه رضا الله هو الغنم ايها الاحبه الذي يسعى اليه الانسان رضا الله رضانا اهل البيت ما يرضي الله هو الذي ماذا هو الذي يرضينا وما يسخط الله هو الذي يسخطنا رضانا لرضاه غضبنا لغضبه سخطنا لسخطه إذا رضا الله هو الأساس ولذلك لو التفتتم إلى هذه النقطة المهمة في هذه الأدعية التي سلطنا عليها الضوء من أول شهر رمضان تجد أن مفردة الرضا هي المفردة الأكثر تكرارا في الأدعية رضاك يا رب رضاك فلا أريد إلا رضاك ولا ابتغي الا مرضاتك هذا هو هدفي هذا هو املي ان اصل الى مرضاتك والا ما قيمه رضا الناس جميعا والله ساخط لا قيمه وكذلك لا قيمه لسخط الناس اذا كان الله جل وعلا راضيا عنك فرضا الله بالنسبه للانسان المؤمن هو الهدف وهو ما ينشده وما يريد ان يصل اليه ولذلك النبي صلى الله عليه واله اللهم اني اسالك فيه ما يرضيك ما هو الشيء الذي يرضيك انا اسالك ان احصل عليه صيام يرضيك وفقني لذلك الصيام الذي يرضيك صلاه ترضيك قراءه قران ترضيك صله رحم ترضيك رد فوره غضب ورد حسد وحقد وغل هو هذا الذي يرضيك فأنا أبتغي ذلك أفعله الإنسان المؤمن لا يلتفت إلى الناس لعل البعض لما يراك وأنت تصله وهو يقطعك تمدحه وهو يذمك تذكر خيره وهو يذكر سوءك يعتقد أنه يضرك انت لا تلتفت اليه انما التفت الى رضا الله جل وعلا لا تبحث عن رضا الناس لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق انت عليك ان تبحث عن رضاه جل وعلا واعوذ بك مما يؤذيك لاحظ هنا الله جل وعلا لا تنفعه طاعه من اطاعه كما يقول امير المؤمنين ولا تضره معصيه من عصاه لا طاعتك تنفعه ولا معصيتك تنفعه هذا الامر من الامور الواضحه لكن هذا التعبير لما يسأل النبي الاكرم صلى الله عليه واله ربه سبحانه وتعالى واعوذ بك مما يؤذيك المراد مما يؤذيك على ما جاء عند بعض المفسرين يقولون المراد اذيه اولياء الله جل وعلا الانسان الذي يؤذي اولياء الله ويؤذي عباد الله هذه الاذيه هي اذيه لله او كانك قد اذيت الله مع العلم ان الله سبحانه وتعالى لا تصل اليه اذيه العباد لكن اذيتك لعبد من عباد الله لولي من اولياء الله هذه الاذيه هي بمثابه الاذيه لله جل وعلا فالتفت الى هذه النقطه المهمه ولذلك جاء في الروايه من اذى لي وليا من اوليائي فقد ارصد لي بالعداوه ارصد يعني كما يعبر عنه بالتعبير القانوني يعني بالاصرار اصر على ماذا على عداوتي اصرار على العداوه فاذا اذيه المؤمن اذيه الاولياء او اذيه الاتقياء اذيه المؤمن هي اذيه لله جل وعلا فاذيه المؤمن بمثابه اذيه الله جل وعلا واذيه المؤمن توجب عذاب الله توجب عقوبه الله سبحانه وتعالى وهذا امر في غايه الاهميه الأهم علينا ان نلتفت اليه لذلك ينقل عن امير المؤمنين كما جاء يقول المؤمن نفسه منه في عناء في تعب والناس منه في راحة لا يريد أذية الناس لا يريد أذية المؤمنين لأنه يعلم أن أذية المؤمن تعود عليه بالنقمة وبالعذاب وبالويلات فيجهد نفسه على أن لا يصدر منه أذى للآخرين وهذه القضية ليست بالسهلة أيها الأحبة أن توقف أذاك للآخر ان تضع ما بينك وبين اذيه الاخر موانع تمنعك من ذلك وهو انك تريد رضا الله ورضا الله لا يتحقق باذيه عباد الله باذيه اولياء الله باذيه خلق الله من دون سبب يوجب ذلك ومن دون ان يامرك الله جل وعلا بذلك فيقول هكذا النبي الاكرم صلى الله عليه واله واعوذ بك مما يؤذيك واسالك التوفيق فيه لان اطيعك ولا اغضبك لاحظ التفت مهم الى مهم لا بد ان تقف عنده وهو ان الانسان المؤمن دائما يسال الله جل وعلا التوفيق لطاعته طاعه الله تحتاج لتوفيق وما توفيقي الا بالله جل وعلا كثير من الناس لما تساله لما لا تعمل الصالحات لما لا تسعى للوصول الى الخيرات يقول انا مسلوب التوفيق من الذي سلبك التوفيق انت الذي سلبت نفسك التوفيق الله جل وعلا لم يجد فيك ما يدعوك الى ان تكون موفقا لو وجد الله فيك خيرا لما تركك الانسان الذي يوفق للاعمال الصالحه الذي يوفقه الله للاعمال الصالحه اعلموا ان هذا التوفيق لان الله علم من هذه النفس انها اهل لان توفق وهناك نفوس فيها السوء فيها الشر فيها الغل فيها الحقد فيها الدغل لا توفق لان تعيش في ضمن ما يريده الله جل وعلا ولا توفق لان تطيع الله جل وعلا كثير من الناس مسلوب التوفيق بحيث يستطيع ان يطيع الله جل وعلا في مراعاه امه وابيه لكنه لا يوفق لمراعاتهم يستطيع ان يطيع الله بان يصل رحمه بالسلام بالبسمة بالكلمة الطيبة لكن هذه النفس المريضة لم يعطها الله سبحانه وتعالى التوفيق لأنه يعلم أن هذه النفس لا تستحق أن توفق إذا الإنسان الذي يوفق للطاعات الإنسان الذي يوفق لأن يطيع الله جل وعلا لا بد أن تكون نفسه أرضية مهيئة لأن توفق ومن هذا المنطلق يقولون من أراد التوفيق من الله جل وعلا فعليه أن يهيئ نفسه لذلك التوفيق كالزارع يهيئ بدره وأرضه وينتظر المطر التوفيق الإلهي كالمطر يحتاج إلى أن يتهيئ القلب وأن يبذر فيه الخير فإذا وصل إلى هذه الدرجة أُعطي التوفيق من قبل الله جل وعلا لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين بمعنى أنت أجود المسؤولين وأنت أجود المعطين وأعظم المعطين ولذلك أتوجه إليك بالسؤال لأنك أهل لأن ان كان هناك احد يستحق ان يسال وان يقصد وان تضع الناس حوائجها بين يديه هو الله جل وعلا فهو اجود السائلين وهو القاضي للحاجات يا اجود السائلين جد علينا بالقبول واختم لنا بالخير واجمع بيننا وبين نبيك محمد واله الطاهرين ببركه الصلاه على محمد وال محمد